إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجرنا وأحسن الله عزاءنا في وفاة هذا الإمام العالم الرباني المقرئ. هذه نكبة عظيمة للإسلام والمسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته. نسأله سبحانه أن يجمعنا به في جنات النعيم. ومما يجبر مصابنا أننا قد التقينا به قريبا في سفرنا الماضي، فهذا يهون علينا المصاب قليلا، ولكن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه. إنا لله وإنا إليه راجعون.